لان استاذ احمد طبعا هو هيقول بقى، لان استاذ احمد المستشار الاعلامي للاكاديميه هو اللي ماسك بقى كل الدنيا دلوقتي، فالبرزنتيشن بتاعته هتوضح اكتر احنا مين، وان شاء الله تستمتعوا معانا باللقاء اليوم. احنا بس عايزه اقول لكم ان احنا ان شاء الله اللقاء العلمي ده احنا كنا بنعمله من سنه 2012 من اول ما بدانا الاكاديميه، لم نتوقف غير اوقات بسيطه، لكن ان شاء الله بدا من الشهرين ده اول لقاء، الشهر اللي جاي واللي بعده يعني كل شهر هيبقى عندنا لقاء تقريبا ما بين 27 28 30 في نفس التوقيت، وان شاء الله يعني انتم مش محتاجين بعد كده دعوه بقى مننا، احنا بس هنبلغ الميعاد وهنبلغ الموضوع والمكان فين، وهتنورونا طبعا وتشرفونا، واهلا وسهلا بيكم مره ثانيه. اهلا وسهلا دكتور سامي، شرفتينا ومره اهلا بيك. اتفضل. بنشكر الدكتور نهلا، ودلوقتي هنسمع من المستشار الاعلامي الاستاذ احمد حبيب ايه انشطه الاكاديميه، ايه الشهادات المعتمده اللي احنا بنقصر عن الاكاديميه، كل المجالات هيوضحها لنا من خلال برزنتيشن وهيقدمهم لنا. اتفضل. شكرا سيدي، شكرا.